يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، نحن نسأل الله أن نلقاك أو ننال نظرة لوجهك الشريف، فرغم أننا لم نرك يا رسول الله ولم نكن إلى جانبك يوما، إلا أننا نحبك ونصلي عليك كما أمرنا الله تبارك وتعالى، فجميعنا يتمنى رؤيتك يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم. فالكثير من المسلمين يصلون عليك كثيرا حتى ترد عليهم السلام، وحتى تزورهم في المنام كما أخبرتنا يا رسول الله، فما أجملك وما أحسن لقياك. فالله عز وجل منحك سبحانه الكمال في كل صفاتك الخلقية والخلقية، إذ وهب الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الصفات المعنوية أقومها وأعدلها، ومن الصفات الحسية أحسنها وأجملها. ولكن يا عباد الله، في هذا الفيديو سنتعرف على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. هيا لنبدأ. قد أعطى الله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام شطر الجمال، ففتنت به النساء حتى أنهن حين شهدن حسنه قطعن أيديهن، ولكننا لم نسمع أن امرأة فتنت بجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطاه الله الجمال كله فلم يفتن به أحد، فلقد اختاره الله عز وجل لهداية العالمين من لدن عصره إلى أن تقوم الساعة، ولذا علاه الجمال وكساه الجلال. ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على العالمين وأكرمه فأحسن خلقه وخلقه، فكان من أجمل الناس منظرا وأحسنهم هيئة. وإن من أعظم دلالات حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم نقلوا إلينا وصفه صلى الله عليه وسلم وجلوه لنا كأننا نراه. فيا أخي المسلم، لا تبخل على نفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعت اسمه أو وصفه أو ذكرا عنه صلى الله عليه وسلم، فلا تمل، ففضلها عظيم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشبه الشمس والقمر. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله عن جابر بن سمرة رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لأضحيان، يعني ليلة مقمرة، فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن من القمر. أخرجه الطبراني. وروى الإمام أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث الربيع بنت معوذ قيل لها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت سيدتنا الربيع: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت أن الشمس طالعة. وورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر مستديرا، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين النعومة والخشونة، فهو ليس بناعم نعومة كاملة وليس بخشن، فهو وسط بين هذا وذاك. وقد توفاه الله تعالى وليس في شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فقد روى الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام البيهقي والإمام الطبراني والبزار أن الله عز وجل توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شعر رأسه ولحيته أكثر من 20 شعرة بيضاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العين، أي شديد سوادهما. وورد في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أكحل وهو ليس بأكحل من شدة سواد عينيه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، يعني طويل الأنف دقيق الأرنبة، يعني أرنبة الأنف وأقصى الأنف لم تكن ضخمة، ولكن بصورة رقيقة وجذابة يستحسنها كل من ينظر إليها. مضيفا: أما فم النبي صلى الله عليه وسلم
فقد كان ضليع الفم أي كبير الفم مفلج الأسنان إذا تكلم رؤية كالنور من بين ثناياه. فقد جاء في صحيح الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم ضليع الفم مفلج الأسنان إذا تكلم رؤية كالنور من بين ثناياه، وأسنانه جميلة وليست متراكبة، وإنما بين كل سن وسن فلجة جميلة، وهذا يدل على طيب رائحة الفم. أما حاجب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان طويلا ومقوسا من غير التقاء بالحاجب الآخر، وبين حاجبيه عرق يظهر عند الغضب، فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وانتفخ هذا العرق بين حاجبيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، أما عنقه صلى الله عليه وسلم إبريقا من الفضة كما قال ذلك حفيده الحسن بن علي رضي الله عنهما. أما لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان كف اللحية أي وافر شعرها، وكان صدره عريضا، وكان عريض الكتفين وله شعر في صدره من صدره إلى سرته كالقضيب من الشعر، وكان متسع الصدر متسع الكتفين، وهذا يدل على القوة، وسواء الصدر مع البطن يعني أنه ليس له بطن كبيرة خارجة عن جسده. وكان ضخم الكفين ضخم الذراعين ضخم القدمين مشدود العضلات. أما عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كان العرق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ، وكان عرقه أطيب من ريح المسك. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة، فقال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قضى عندنا القيلولة، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا شديدا، فدخلت أم سليم تسلط العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زجاجة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نجمع عرقك فإنه أطيب من ريح المسك. أما عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التبسم قليل الضحك. وقد ثبت فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند بن أبي هالة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوغ وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، يصل إلى شحمة أذنيه، وكان إذا مر في طريق وتركه لمدة قال الناس: لابد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر من هنا من طيب ريحه. وإذا وضع يده على رأس صبي فاحت الرائحة الذكية من رأس الصبي من الجمعة للجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أبيض في حمرة، واسع الجبين أزج الحاجبين، بينهما عرق ينفض إذا غضب، بأبي هو وأمي. فاللهم اجمعنا بنبيك في جنتك، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيز المشاهد، إذا أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. ولا تنسى عزيزي المشاهد مشاركة المقطع مع من تحب، فالدال على الخير كفاعله.